شوفوا هالفروش قد ايه بيشهي، شوفوا لونه كيف مقمر وقد ايه طري وطعمات، ولا اطيب من هيك. يلا خلينا نبلش نحضره سوا. اول شي بدي انقع الفروش، بدي استعمل جات كبير، بدي احط فيه لتر ونص تقريبا من المي، ويزيد عليه نص كوب من الخل الابيض، الملح، قطع الحامض، الثوم المقطع، ورق الغار، حبوب البهار الابيض، البهار الاسود. بقلبهم هيك تقليبة صغيرة وبنزل عليهم الفروج المنظف مقطعين طرافه، وبدي خليه منقوع تقريبا شي 3 ساعات بالبراد، وبس شيله بخليه يصفي كتير منيح. وهلا بدي حضر التتبيلة. هون بالخلاط حطيت ربع حامضة مع قشرة، بزيد عليهم حصوص الثوم، اللبن، زيت الزيتون، دبس الفليفلة، بهارات كلها مذكورة تحت، والملح، وبخفقهم كتير منيح لتتشكل عندي هيدي التتبيلة. هون قطعت راسين بطاطا حطيتهم بكعب الصينية، نزلت عليهم شوي من التتبيلة وقلبتهم، وهلأ عم بحط الفروج وبدي ادعكه بالتتبيلة كتير منيح ليتشربها كلها. بس نتأكد انه تشرب من التتبيلة كتير منيح من كل الميلات. هلأ بدي حط بقلبه ورق الغار، اللومي، وعيدان القرفة. برجع بستعمل ورق الألومنيوم لحتى أربط الفخاد بهيدي الطريقة مثل ما شايفين. بدي غطي الصينية بورقة زبدة وفوقه ورقة ألومنيوم ودخله على فرن محمى. بحط الصينية على الرف الوسطاني، ومن بعد شي ساعة ونص تقريبا بالفرن بشيل عنه الغطا وبلش سقيه من المرقة اللي نزلت منه. بدهنه بهيدي الطريقة مثل ما شايفين، وبرجع برده على الفرن من دون غطا لحتى يتحمر. وهيدا الفروج من بعد ما خلص شوفوا قد ايه لونه حلو وطعمته ولا اطيب من هيك، وكتير طري وجوسي. بتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم، والف صحة وهنا.